وقد تختلف الموازين وتختلف الأمور والترتيب يعود أم يرجع أم حصالة له، هذا ما سوف نعرفه بعد قليل. أول شيء بنرجع واحد. أريد أن أقول لك شيء يا الرئيس. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هل أنت ستقود السفينة إلى بر الأمان؟ نعم. ستكون خليفتي؟ نعم. ولا بتشم فينا في أقرب صبة خارج هذه القرية؟ قل. والله ما أدري إيش تقول. خلاص أوكي. طيب. المركز الأول وحصل على درع الجمهور لأعلى نسبة تصويت لهذا الأسبوع، وقد تختلف الأمور. ها ها غازي ديابي. يلا غازي الحين انا بطلع. لا راسك مع اللي يطلع واحد، انت البرنامج. غازي ديابي دقيقة يا شباب عشان وقت ما عندنا وقت. غازي ديابي كان خارج اطار النمونة، حصار اسبوعين. يا رب نبارك غازي اللي كان مصور لك. تقول له كلمة معك الحين برايمين ورا بعض. حصار يا رب لك الحمد. كلمة معك ايش تقول؟ الله يبيض وجهك. البرنامج القادم انا ما كنت في النمونه. لا لا بس انت حصال البرايم القادم ما عندك شيء. واللي بعده كان برايمين صح؟ انا ما كنت برايمين صح؟ طيب انت الان معنا حصال البرايم القادم الحين، خلنا على الاسبوع القادم. واللي بعده طيب؟ بعلمك بس بكلم الجمهور. لا بسرعه يا رب. الله يبيض وجيهكم. ان كانها قدرات كلي قدرات، وان كانها تصويت ربعي عتيبه. يا مبروك لمن عاد. استرح شوي، بس نسمع كلمه من كل واحد معه 30.